حاليا قرب مدرج الطائرات في مشروع مطار كربلاء الدولي لمشاهدة الأعمال اللي تجري ليليا طبعا إلى ساعات متأخرة من الليل. حاليا الوقت عبر منتصف الليل والأعمال لغاية الآن مستمرة. هذا الجدول عندنا يومي عمل ليلي. تمت المباشرة بأعمال صب الطبقة النهائية لمدرج الطائرات واللي هي عبارة عن صبة كونكريتية مسلحة. نوع الخلطة الكونكريتية هي خلطة شبه جافة. السمك الكلي إلها هو 42 سنتيمتر في الطول الكلي للمدرج اللي هو 4 كيلومتر راح تستمر. مقاومة انضغاط هاي الخلطة هو 55 ميجا باسكال. أعمال المدرج مستمرة خلال النهار وخلال الليل أيضا وحتى ساعات متأخرة بعد منتصف الليل. تم توفير جميع المتطلبات اللازمة للعمل حسب المواصفات المطلوبة من قبل الشركة الفرنسية المصممة للمشروع شركة ADBI. تم استخدام مياه مبردة مع هاي الخلطة بدلا من المياه الاعتيادية. تتم متابعة درجة حرارة الخلطة الكونكريتية بواسطة المختبر الحقلي لكل كمية كونكريت تصل إلى موقع العمل. حديد التسليح المستخدم هو حديد أيضا من نوع خاص مستورد خصيصا لمشروع مطار كربلاء الدولي. قطر حديد التسليح هو إنج وربع أو 30 ملم مطلي بمادة الإيبوكسي. الطول الكلي إله هو 52 سنتيمتر وطبعا يكون خالي من الحزوز حتى يسمح بالحركة بين طبقات المدرج المختلفة. حاليا تم إنجاز ما يقارب نصف كيلومتر على الأرض الكلي للمدرج خلال فترة وجيزة تقارب الأسبوعين.